يعتبر التجمع اليمني للإصلاح من أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، صفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية وامتدادا لفكر جماعة الإخوان المسلمين. أنتم كإخوان مسلمين في اليمن، التجمع اليمني للإصلاح، متهمون بأنكم لكم دور رئيسي في صناعة عبد الله صالح وتقويته. هل تنوون كإخوان مسلمين في اليمن في ظل نجاح الإخوان المسلمين في الحكم في مصر، في تونس، رئيس الحكومة في المغرب إسلامي، هل تنوون التقدم بمرشح للرئاسة في اليمن؟ طبعا هذا أنا في تصوري أمر سابق مع محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح في اليمن، أقوى الأحزاب السياسية المنظمة هناك امتداد لجماعة الإخوان المسلمين وفكرها في اليمن. أستاذ محمد، سؤالي لك كان حول طبيعة العلاقة مع الحزب الاشتراكي اليمني في هذه المرحلة في ظل التباين الفكري بينكم كإخوان مسلمين وبين التجمع وبين الحزب الاشتراكي الذي يميل أو الحزب الناصري، وعبد الناصر كان ممن اضطهدوا الإخوان سنوات طويلة في مصر. الحقيقة أن الـ 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 لم يعد هناك أي تباين عقائدي بيننا وبين الحزب الاشتراكي وبين إخوة في الحزب الوحدة والناصري. خلاص بايعوا الإخوان يعني؟ ليست قضية مبايعة، ولكننا اتفقنا جميعا على أن الإسلام عقيدة وشريعة، وهذه قضية حسمت. وهم أقروا بهذا. ما عادوش لا اشتراكيين ولا نصريين. هناك مخاوف من أخوانة الدولة في اليمن مثل أخوانة الدولة في مصر كما يتهم الإخوان، وأنتم الآن لكم نفوذكم في اليمن وتسعون لإخوانة اليمن أيضا. نحن نسعى الحقيقة إلى إيه طبيعة التنسيق بينكم وبين الإخوان في مصر، في ليبيا، في تونس، في المغرب؟ يعني الإخوان في مصر سايبينكم تشتغلوا زي ما أنتم عايزين وهم بيشتغلوا زي ما هم عايزين؟ احنا حضرنا مؤتمر